وانت مع الشرطة فنحن رح نساعدك. بلش احكي. رح قلك انا عرفت انه قومتي من عيلة غنية وكانت هالشغلة سهلة، وبصراحة اخوها ما سألني اسئلة كتير، مشان هيك صار سهل علي اني اخدعهم. اذا بس كان بدك المصاري ليش حطيت الشرط؟ هو طلب مني هذا الشيء. قال لي إذا حطيت هالشرطة عليه هون هو رح يوافق على الزواج. بس بابا شوف، هاي ساكشي بريتام وعادة أنه بده يتزوجك كمان. شايف هالولد؟ هذا ابنه. قديش دفعت له مصاري حتى يقول هذا الحكي؟ هذا الحكي صحيح، مشان الشرط اللي طلبت منا انه نحطه كنا رح نخرب زواج هذا الشاب بالوقت اللي هو اكتشف المرض اللي عندي. انا يمكن ما رح اعيش كتير. امي صدقيني الحياة بتعطي كل واحد فرصة تانية يا خالتي. خدونا على الحبس لو سمحتي، بدك تعطينا افادتك. أبي أنت كتير غرقان بكرهك وعصبيتك لدرجة أنك ما عاد قدرت تشوف حقيقة بريتام. بلكي طلباتهم ما انتهت لما تطلع بورفا من البيت، وقتها شو؟ بلكي عملوا نفس الشي مع عمتي قومتي. شو كنت رح تعمل؟ الكل وقتها كان رح يتهمك أنت يا أبي، أنت وبلكي كل العائلة عرفت بهالحكي. شو كنت عملت؟ شو كنت رح تقول لستي؟ لعمتي قومتي كيف كنت رح تواجه الكل؟ انت بتقول انك كبير عائلتنا، ما هيك؟ هيك انت بتدبر امور عائلتك؟ روح هلأ على البيت وخبر الكل انه بريتام رفض يتزوج عمتي مشان سبب تاني، وانا ما رح اقول لحدا يلي عملته. انت بتحب الاتفاقات مو هيك؟ وانا رح اعرض عليك اتفاق ثلاث شروط، هدول الشروط إلك. أول شرط، ما رح تتدخل بشغل بورفا من اليوم ورايح أبداً. وتاني شرط، رح تحتفل بالحفلة السنوية مع كل العائلة هي السنة وتكون مبتسم وتعامل أمي وبورفا بكل احترام طول الوقت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.